السلام عليكم ورحمة الله، محبيكم معايا من جديد في قناة مريم. اليوم ان شاء الله غادي نديرو كما شفتوا في التصويرة اللي في الاول ديال الفيديو، غادي نديرو ديك التطريزة ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. انا غنديرها على نص طوق بالنسبة لينا حنايا، فغادي نديروها البنات اللي باغيين يديروها في الجلابة يعرفوا كيفاش يديروها في نص طوق. كما كتشوفوا عندي هنايا حلال مبروم على 4 الشعرات غادي نخدم به. هنايا كما كتشوفوا عندي هنايا طراسيت 2 سطور بينهم 1.5 سنتيم، يعني بين هاد السطر وهاد السطر كاينه هنا 1.5 سنتيم، وهنايا طراسيت هاد المربعات فيهم 1.5، يعني 1.5 و1.5 من هاد الجهه، وطراسيت 1.5 و1.5 من هاد الجهه قبلت، يعني كل نقطه كاينه نقطه وحده اخرى. المهم تعرفوا كيفاش غادي نخدموهم. هنايا هانتوما هاد المربع هذا طراسيت مثلث، يعني طراسيت غير نص دي من هاد النقطه لهاد النقطه باش نشكل هنايا في، باش نتوما هاد الخدمه هادي غتعكسوها حتى في الجهه الاخرى باش تحصلوا على في، باش تحصلوا على نص طوق. المهم غادي نبداو في الخدمه. غادي نجيب البرا ديالي غادي ندخلها هنا، نبدا من هاد الجهه كما كتشوفوا. يعني ضروري ما تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا كيفاش غادي ندير الخدمه. ها نتوما بحال هكا غنبدا نخدم الغرزه ديال السلسله من هنا. نبدا بحال هكا، هانتوما كندخل البره ديالي في نفس البلاصه، كنجي شويه هنايا لقدام نخرج البره وندور عليها الخيط بحال هكا ونخرج البره ديالي بحال هكا، نجر هكا حيت عقدت الخيط في الاول، يعني ممكن ما تعقدوش، ممكن ندخلوها في ديك العوينه. نقرب باش تبان لكم الخدمه بحال هكا. غادي نخدم دابا الغرزه ديال السلسله، غنولي ندخل ثاني هنايا نفس البلاصه، نجي هنايا نقدم شويه نفس، نحاولوا نديروا نفس العبار في الغرز ديالنا باش تجينا الخدمه مقاده بحال هكا. دابا غادي نبقى نستمر بهاد الطريقه هادي، يعني بهاد الغرزه هادي كندخلو هنايا ملي خرجنا الخيط نعاودو ندخلو البرا ديالنا بحال هكا وندور عليها الخيط بحال هكا. هانتوما نستمرو بحال هكا، نعاود تاني ندخل هنا نفس البلاصه، نجي هنايا لقدام وندور الخيط ديالي على البرا ونجر بحال هكا. انا غادي ندير نفس الشيء، المهم نفس الغرزه نفس الغرزه حتى لهنا حتى لهنا بنفس الطريقه، ونرجع باش نوريكم كيفاش ديروا المرحله الماجيه، يعني حيت الضروري هو نوريكم الغرزه كيفاش والمرحله، وانتم راه غتكملوا بنفس الطريقه. دابا غنمشي غير على هذا السطر بنفس الطريقه بنفس الغرزه. حاولوا نديروا نفس العبار تقريبا، المهم عينكم ميزانكم ديروا باش ديروا عبار مقاد. كنوصل هنايا، المهم كنكمل عادي كنخدم عادي كما وريتكم. كنوصل هاد البلاصه هنايا فاش غادي نبغي نخدم هنايا بنفس الغرزه، كيخصني هو الاول نثبت هادي باش ما تبانيش هاد الغرزه هادي هنايا، ندير ليها بحال هكا غرزه بحال هكا باش ما تبانيش. وغادي نجي نيت الوسط هنايا، نيت غنخرج تاني البرا ديالي ونكمل بغرزه ديالي ديال السلسله من هنا. هانتو بحال هكا، المهم راني دخلت بحال هكا حيت ما متحكماش في المرمى. المهم كنجي كندخل البرا ديالي في نفس البلاصه وكنجي هنا، المهم هكا كندور البرا على الخيط بحال هكا. هانتو نستمر تاني بالغرزه ديالي على هاد السطر نيشان. المهم هادشي غديروا نتوما على حساب نتوما كتحكموا طبعا في الطول، نتوما الطول خدموا على الطول ديال نص السطوق، يعني 45 40 سنتيم كل وحده وشحال علاش بغات تخدم، يعني علاش بغات تخدم. المهم الطول ديال نص السطوق راه من 40 حتى 47، يعني كل وحده وشحال كتبغي تخدم. المهم ها نتوما نستمروا بحال هكا، نكمل الغرزه ديالي. من بعد ما كنكمل الخدمه ديالي هنايا راني جبت الخيط تاني، نبدا من هنا،
يعني نفس الشيء غادي ندخل تاني البرا ديالي هنا كما كتشوفوا، ندخل تاني البرا ديالي من نفس البلاصه ملي خرجتها، ونجي هنايا هاد البلاصه هنا بحال هكا. المهم الخيط كيكون داير بحال هكا على البرا، ولا كنخرجوا البرا ديالنا وسط من الخيط هكا شتو، وكنزير. كما كتشوفوا راني خدمت 4 ديال الصفوفه، ها هو 1 2 3 4، 4 ديال الصفوفه كنبدا دائما من هنا. نفس الشيء اللي وريتكم في الاول هنايا كنديرو حتى كنكمل 4 الصفوفه ديالي، يعني اللي كنجيب الخيط حتى لهنا كنضرب ديك الغرزه باش كنفيكسي الخدمه ديالي، باش ما تبانيش ديك الغرزه اللي غادي نبغي نطلع نخدم هذا السطر هذا. نفس الشيء درتو في جميع البلايص هنايا. بالنسبه للخيط ملي كيتقاضى لينا راه كنديرو نفس الشيء اللي وريتكم هنا، كندخل كنثبت الغرزه ديال السلسله ديالي، كنعقد الخيط، كنجيب واحد اخر كنخرجو من الداخل ديال هنا هكا. المهم غادي نبدا نجيب هنايا، غادي نبدا نخدم ثاني بهذا اللون هذا هكا. هنايا ممكن تخدموا يعني بالصم الا بغيتوا، يعني بالنسبه للبنات الا بغيتوا تخدموا بالصم خدموا بنفس الشيء. غادي نبدا ثاني ندخل البرا ديالي هنا نفس البلاصه، نخرجها شويه هنا لقدام بحال هكا، وسط من الخيط ديالي هانتوما بحال هكا. نفس الشيء غادي ندخلها ثاني هنا بحال هكا. هنا ما غاديش تبان لكم الغرزه مزيان، المهم ماشي ضروري. المهم راه نفس الطريقه اللي وريتكم، يعني كاين لاش نطول عليكم، نفس الطريقه نفس الغرزه. كما كتلاحظوا راني درت 2 صفوفات ديال هاد الغرزه بالقهوي. هانتوما كما كتشوفوا غتجي الخدمه بحال هكا. انا راه دوزت هاد السلسله هادي، المهم هاني جبتها حتى وصلت لهنايا، غنخدم بنفس اللون هاد اللون نيت هكا. هاد البلاصه راه ممكن تخدموها بالصم، نعاودها تاني، يعني ممكن تعوضوا هاد اللون هذا بخيط الصم الا بغيتو بحال هكا. غادي نعاود عليه 3 المرات مازال، هذه الرابعه، وغادي نديرو 4 ديال هاد الغرزات هادو. انا الصراحه راه سبق ليا خدمت في المونتاج، كنشوف بلي انه خاصني واحد الفقره يعني مشات ليا، ما عرفتش واش ما كنتش كنصور ولا ما نعرف. المهم كما كتشوفوا حليت الخدمه باش نعاود لكم هاد البلاصه هادي 3. المهم نديرو هنايا 4 ديال المرات، خدمه 4 المرات هنا. كما كتلاحظوا راه ما كملناش سميتو، حيت هنايا درت غير النص، ها النص ديال المعين يعني المثلث كشيلاش بحال هكا. دابا هنا غادي نبقى ندخل البرا هنايا كما كتشوفوا، ونجي هنا ندخل ثاني البرا ديالي هنا هكا. نفس الشيء 4 المرات كل جهه. نتوما 1 2 3، المهم 2 2، دابا 2 من كل جهه. ها هي الثانيه في هذه الجهه، نعاود هنا نفس البلاصه 3 3 هاد الجهه حتى هي بحال هكا. ممكن تستمروا بحال هكا، هذه هي الرابعه، ندوزو المعين الاخر الفوق، ندوزو نديرو كروه اخرى الفوق. ها نتوما هذه هي الرابعه، رابع مره نجي تاني هنا بحال هكا. نفس البلاصه كنخرج منها البرا ديالي هكا 4. غادي ندوز للجهه الاخرى يعني مربع الاخر، نخدم فيه كروه حتى هو بحال هكا،
هكا يعني جيوها منين ما بغيتو، المهم انه يكون عندنا الشكل ديال الكروه بحال هكا، تعطينا معين في الوسط هكا نفس الشيء. غنستمر دابا حتى نكمل هانتوما بعد ما كنكمل هاد المربعات، هانتوما بعد ما كنكمل هاد المعينات بحال هكا كيجيو. غادي نجي دابا هنا غادي نبدا نخدم واحد الغرزه الوسط هنا بحال هكا، يعني انا كنتبع المراحل اللي داروا في ديك الرشمه صافي، يعني باش البنات اللي بغاو يطبقوها ما يحلوش. هانتوما كندوزو بحال هكا نعاودو تاني بحال هكا، نعاود غنقرب هكا نعاود تاني مره اخرى. المهم نديرو هنايا غليت شي شويه، المهم هاد الغرزه هادي تكون باينه باش تعطينا واحد الجماليه تزيد، تعطينا واحد الديكور هنا بحال هكا. غادي ندوز للبلاصه الاخرى نفس الشيء، ثلاثه ديال الغرزات كما شفتوا درت هكا، واحد جوج ثلاثه هنايا هكا. صافي نكمل بنفس الطريقه، بقات هاد البلاصه هادي هنا يعني اللي غادي يجيني في في هنا، غادي ندير بحال هكا ندخل البره ديالي هنا وغادي نضرب غير هنا. نتوما حاول اني نضرب نفس العدد بحال هكا بحال هكا، يعني كنحاولوا اننا نخدموا غير شويه حقاش هاد البلاصه هادي ما كاملاش فيها المربع، ولكن ضروري ما نخدموها باش ما تبانش لينا شي حاجه مختلفه، يعني شي حاجه في شكل. ها نتوما كتجي بحال هكا دابا الخدمه، ندخل البره ديالي هنا في الوسط بحال هكا، نشد الخيط ديالي بحال هكا، غادي ندور عليه ندور الخيط ديالي على البره اربعة المرات، ها جوج نتوما واحد جوج ثلاثة أربعة، هنا أربعة غادي نبات شوية على بلاصة البلاصة فين خرجت البرا بحال هكا، نبات شوية على بلاصة فين خرجت البرا وندخلها بحال هكا، ندخل تاني البرا نجر البرا ديالي من التحت بحال هكا بحال هكا بحال هكا، ندوز الوسط ديال هاد المعين الاخر هنا هكا، واحد جوج ثلاثة اربعة، وغادي نعاود ندخل البرا قريبة من البلاصة فين خرجتو هانتوما بحال هكا، منطلقش هاد الخيط هذا اللي حاطة عليه صبعي هذا منطلقوش بحال هكا حتى تشد ليا الغرزة بلاصتها. هانتوما الخدمة ديالي راه كتجي بحال هكا، بقى ليا كيما قلت لكم نخدمو غير هاد الجهة. غادي نجيبو دابا الخيط ديالنا، انا غنبدا من هنا نبدا من هاد البلاصة وانا غادية حتى الفوق، نجي دابا هنا بحال هكا نخرج البرا ديالي بحال هكا، غادي نبدا نخدم هاد الغرزة العقدة الفرنسية بحال هكا اربعة د المرات، نلوي الخيط ديالي على البرا، ممكن ترصيو يعني بالنسبة للبنات نترصي لكم باش تعرفوا شنو كندير، المهم نترصي انا غير هاد الوسط بحال هكا، غادي نديرو هادوك العروشة دايرين بحال هكا، هانتوما ترصيوهم الى خفتو يعني ما تجيبوش الخدمة هي هاديك فيها ثلاثة اربعة، المهم انا غادي نحاول انني نصوبهم، هانتوما واحد جوج ثلاثة اربعة بحال هكا، قرب لكم بحال هكا، ندخل البرا ديالي
هكا نجيب تاني البرا ديالي نفس البلاصه هكا، نرجع هنا فين خرجتها قبيله بحال هكا، نفس الشيء تاني ندور الخيط ديالي على البرا 4 المرات، ها هي 4، وكنجي هنا قبلت البلاصه اللي خدمت هانتوما هنا، هكا ما كنطلقوش حتى كتشد الغرزه بلاصتها عاد باش كنطلقوا الخيط. غادي نعاود تاني نفس الشيء هنايا هكا، نرجع هنا ندير تاني 1 2 3 4 ونجي هنا هكا، نجي هنا نرجع تاني نفس البلاصة ونخرج من هاد البرا ونعاود 1 2 3 4 ونجي هنا بحال هكا، نجي هنا هاد البلاصة. المهم عندي هنا خصني ندير 5 في كل المهم 4 في كل جهة، 5 تجي الوسط بحال هكا، جوج تلاتة أربعة، نجي تاني هنا كنرى بقيت الطريقة راه باينة أصلا. هادي ماشي أول مرة نخدم معاكم هاد الغرزة، هادي ديجا خدمتها معاكم شحال من مرة بحال هكا. غنجي تاني هنايا بحال هكا، 1 2 3 4، نجي هنا هانكم ترخى لي التوب من المرمى خصنا نزيرها هكا، أربعة هانكم ونجي هنا، يعني راه ساهلة كنبقى غادية بربعة هكا، نجي هنايا الوسط هنا وسط هاد البلاصه هادي، ندير نفس الشيء 4 هنا هكا، غادي نجي نفس الشيء غادي نديرو دابا، غادي نجي هنايا من بعد شويه نخلي شويه ديال باش تكون عندي هنايا مسافه قد هكا بحال تقريبا نص سنتيم بين كل وحده وحده من هنا هانتوما 3 4، ونجي هنا ندير بحال هكا، نبدا نخدم تاني وحده اخرى، يعني ماشي ما غادي نشبع حساب ولا غادي نتراسي، كنمشي غير بحال هكا كنخلي واحد المسافه ديال نص سنتيم من كل وحده وحده من هنا هانتوما. بعد ما كنكمل الورقات ديالي كيجيو بحال هكا، غادي نجي هنايا هاد البلاصه عندي هنايا خيط في القهوي، خيط في القهوي بحال هكا هانتوما، غادي نشد الخيط ديالي بحال هكا وندورو على البراد 4 المرات بحال هكا، من بعد شويه ندخل البراد ديالي بحال هكا.
غادي نجي دابا تاني هنا ندخل البرد ديالي هنا وندور تاني البرا على الخيط، الخيط على البرا 4 مرات ونضرب غرزة. انتو غنحترموا هاد العبر دابا اللي درنا في هاد الغرزة هادي اللي درنا هاد القهوي هذا، نحترموا نفس العبر نديروه في جميع الورقات هكا. نعود هنايا العقدة الفرنسية هنا 1 2 3 4، نعود ندخل البرا ديالي في نفس البلاصة حداها هكا. نجي هنا تاني بحال هكا 2 3 4 وندخل تاني هنا نتوما بحال هكا. المهم غادي نكمل بنفس الطريقة. نتمنى يعني يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، راه الخدمة ديالو زوينة كتجي زوينة. كنتمنى تكون رشمة لعقت لكم، خليت لكم لهنا وراحة وتهلاو فيوسكم. بسلامة عليكم، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.